السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم ألف عافية متابعينا الكرام. معكم مهندس ياسين. إن شاء الله إحنا مكملين في تسجيل محاضراتنا بخصوص موضوع التكييف، وأيضا تحميل هذه المحاضرات على قناتنا على اليوتيوب. طبعا رح نبدأ بسلسلة من الفيديوهات إن شاء الله تختص بمكونات طبعا الـ AC Type اللي إحنا عملنا فيديو وشرحنا معلومات عامة عن هذا الموضوع. حاليا احنا رح نبدأ بطبعا الاندور AC Type، رح نبدأ بطبعا السبلت يونت اندور، من بعدها رح ننتقل الى السبلت دكت اندور، من بعدها رح ننتقل الى ماكينة الباكج يونت العادية، ومن بعدها رح ننتقل الى مكونات الاير هاندلينج يونت وبأشكالها وطبعا مراحلها المختلفة، راح نشرحها إن شاء الله بالتفصيل خلال هاي السلسلة من الفيديوهات اللي سيتم طبعا تحميلها على قناتنا على اليوتيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نبدأ باللي هو عندنا مكونات السبلت يونت اللي موجودة معنا. رح نشرح احنا المكونات بشكل عام حتى طبعا يكون عندنا فيديو مميز بهذا الخصوص، ومن بعدها احنا رح نشرح يعني دارة التبريد بشكل مختصر، لانه احنا دارة التبريد قمنا بشرحها بشكل كامل وموسع ضمن سلسلة موجودة على قناتي على اليوتيوب فيها اكثر من 52 محاضرة تشرح دارة التبريد من نقطة الصفر حتى النهاية. ولكن احنا بما انه رح نشرح الوحدة الداخلية ورح يكون مبدأ عمل الوحدة الداخلية تقريبا هو نفس العمل، رح نعرج على دارة التبريد بشكل سريع خلال شرح هذه الوحدة الداخلية. طبعا بالنسبة لمكيفات السبلت يونت بتكون عبارة عن اندور واوتدور، يعني بيكون في عندي المبخر والكوندنسر موجود خارج المكان المبرد. بالتالي احنا الوحدة الداخلية هاي راح تكون راكبة على جدار الغرفة او جدار السبيس اللي احنا نقوم بتبريده. طبعا راح يكون في عندي هذا هو عبارة عن البادي اللي هو الاساسي، القاعدة الاساسية واللي راح تركب عليها باقي المكونات. طبعا هاي عبارة عن قطعة بلاستيكية يتم تصنيعها كقاعدة راح تركب عليها باقي المكونات اللي راح تكون موجودة معنا. المكون الثاني اللي هو طبعا الفان اندور يونت، عبارة عن موتور صغير مروحة يتم تثبيتها على هذه القاعدة على أساس انه راح يركب عليها طبعا البلور او المروحة اللي طبعا راح تقوم بسحب الهواء وإعادة تدويره. هاي المروحة او الاندور فان راح يتم طبعا تركيبها في هذا المكان. هون راح تركب عندنا طبعا لها قاعدة او مجرى يتم تثبيتها في هذا المكان، وطبعا هذا الشافت او العمود اللي موجود معنا سيتم تركيب البلور او المروحة البلاستيكية داخل طبعا هذا بيكون لها مجرى، وسيتم تركيب هذا العمود داخل المجرى. هاي عندي البلور اللي خاصة بمكيف طبعا الاندور يونت اللي هو سبلت يونت. طبعا هاي راح تركب ضمن ايضا مجرى راح يكون لها حامل اللي هو طبعا الشافت او هذا العمود اللي يكون طالع من الفان او المروحة او موتور المروحة، وبالجهة الاخرى يكون في لها طبعا قاعدة او ربر مطاطية، وبيكون في لها تقريبا زي البيرينج مثلا هون بيكون راكب وبيكون لها حامل مطاطي. هاي بعد ما تركب عندي طبعا هاي البلور البلاستيكية تركب عندي هون، هاي هذا العمود بيدخل ضمن هذا المجرى ويتم طبعا تثبيته بواسطة وشده بواسطة
الان كي، وهو يكون عندي برغي يتم تثبيت هذه البلور على هذا الموتور. طبعا هي بعد ما ركبت عندي هاي البلور وتم تثبيتها بمكانها، وتم تثبيت ايضا محرك الوحده الداخليه. من بعدها راح يكون في عندي الكويل او الافبريتر او المبخر، عباره عن تقريبا نفس نظام الروديتر، عباره عن زعانف، ويتم ادخال طبعا مثل ما شايفين بايبات الغاز داخل هذه المجاري، على اساس يصير في عندي انا تبادل حراري، لانه هاي البايبات النحاسيه راح يدخل فيها وسيط التبريد او الفريون، وراح يكون طبعا بارد، ومن ثم راح يكون في عندي مساحه التبادل الحراري ما بين الهواء اللي راح طبعا يدخل ضمن هذه الزعانف الموجوده، وتتم عمليه التبادل الحراري ما بين الهواء اللي بيكون طبعا ساخن في المكان، وطبعا يتم طرد الطاقه الحراريه اللي بتكون موجوده ضمن الهواء. وراح نشرح احنا طبعا بشكل مختصر دار التبريد، لانه مثل ما قلنا تم شرح دار التبريد بشكل مفصل ضمن فيديوهات موجودة عندنا على القناة. هاي عندي الكويل، طبعا في تيجي كويلات مثل ما شايفين على شكل حرف V، يكون لها سطحين للتبادل، وفي منها تيجي ستريت عبارة عن مستطيل. كل شركة في لها طبعا طريقتها في التصميم بالنسبة لشكل الكويل. المهم احنا اللي بهمنا انه المبدأ العام اللي بيكون طبعا شغال عليه جميع انواع المكيفات. طبعا راح يتم توصيل اللي هو بايبات الغاز اللي بتكون جاية عندي من الوحدة الخارجية، بايب السحب وبايب الدفع. بيكون في عندي بايبين غاز مثل ما شرحنا في الفيديوهات السابقة، طبعا نازلات عندي من الوحدة الخارجية باتجاه الوحدة الخارجية الداخلية او الاندور، ومثل ما شايفين هون عندي البايب الكبير اللي هو بايب السحب يتم توصيله بالطرف، وعندي بايب اللي هو طبعا بايب الدفع او الديسشارج، هون بيتم طبعا توزيعه. هون شايفين هاي اللي هي هون الموزع، يتم توزيعه الى عدد من الاماكن على اساس يتم توزيع الغاز طبعا ضمن كامل سطح التبادل الحراري. من بعدها طبعا راح يكون في عندي اللي هو الكونكشن ما بين بايبات الغاز اللي بتكون نازلة عندي من الاوت دور يونت تو اندور يونت. طبعا بيكون في عندي اللي هو خط السحب وخط الدفع. خط السحب بيكون هون السايز الكبير، وخط الدفع بيكون هو السايز الصغير، وبيكون في عندي عزق هون يتم توصيله بواسطة طبعا هون نعمل احنا عبارة عن فلانش. تمام، بيكون في عندنا تول، ويتم توصيل طبعا بايبات الغاز اللي بتكون نازله عندي من الوحده الخارجيه مع طبعا توصيلات الوحده الداخليه، وعاده بتكون هي اسفل ومنتصف الاندور يونت، واحيانا يتم طبعا جعلها بشكل عمودي في حال كان توصيل خلف مثلا تركيب الوحده الداخليه. طبعا هذا حسب النظام اللي بتكون راكبه عليه الوحده الداخليه اللي بتكون موجوده معنا. طبعا من بعدها مثل ما شايفين يتم تثبيت الكويل اللي موجود معنا هون، وتوصيله وتثبيته بالبراغي على البادي. هاي الحالة بكون ركب معنا الكويل، وركبت معنا المروحة الداخلية، وأيضا ركبت معنا المروحة طبعا الموتور المروحة الداخلية. من بعدها في عندنا طبعا احنا لوحة التحكم أو البورد مع الكونكتر اللي موجود معنا، واللي سيتم توصيل السبلاي الكهربائي، سواء كان السبلاي جاي مباشرة للوحدة الداخلية ثم للخارجية، أو بالعكس بيكون السبلاي الأساسي رايح للوحدة الخارجية للكمبرسر، ويتم تنزيل أسلاك كهرباء لتشغيل الوحدة الداخلية.
طبعا هاي البورد طبعا بيكون طالع منها اثنين سنسور حساسين، راح نشوف وين راح يتم تركيب هاي الحساسات. طبعا يتم تركيب هذه البورد ايضا في الجهة اليمنى خلف محرك المروحة، يكون عندي هاي مثل ما شايفين حساس وفي حساس ثاني. طبعا هون الحساس، هذا الحساس اللي بيكون عندي على بايبات الغاز هون موجود عند مخرج الوحدة الداخلية، عند مخرج الوحدة الداخلية يعني أنا بيدخل عندي الغاز اللي بيجي عندي من الكمبرسر وبيمر على صمام التمدد ومن ثم يدخل إلى المبخر وتتم عملية التبادل الحراري، ومن بعدها طبعا بيخرج ويتم وضع هذا الحساس عند المخرج على أساس أنه يتحسس عندي درجة حرارة الفريون اللي بتكون طبعا خارجة من عندي اللي هو المبخر. طبعا راح نشرح هذا الموضوع. وبيكون في عندي هذا الحساس يتم تركيبه على طبعا الهواء الراجع على المبخر ما بين طبعا الزعانف، يكون موجود من الأمام على أساس أنه يتحسس درجة الهواء طبعا اللي بتكون راجعة بالنسبة لعملية السحب بالنسبة للهواء الموجود في المكان. أيضا راح نشرح هذا الحساس. ومن بعدها بيكون في عندي أيضا اللي هو الكفر الأمامي، القطعة الأمامية راح يتم طبعا تركيبها وتثبيتها. وبيكون في عندنا أيضا اللي هو هون عبارة عن الزعانف اللي طبعا بيكون لها محركين بتتحرك باتجاه كموجهات للهواء، اتجاه اليمين واليسار، وأيضا في عندي موتور ثاني يحرك طبعا الزعانف باتجاه الأسفل وباتجاه الأعلى. وأيضا في عندنا تري اللي هو احنا بنسميه مصرف الماء على أساس أنه الماء اللي راح يتكثف عندي من المبخر راح ينزل ضمن هذا المجرى، وبالتالي يكون في عندي هون مصرف سواء على اليمين أو على اليسار، ويتم صرف هذا الماء المتكثف إلى طبعا أقرب مصرف. ومثل ما شايفين أنا هون بيكون في عندي اثنين موتور سوينج حجمهم صغير، واحد بيحرك طبعا الشفرات او السوينج احنا بنسميها باتجاه اليمين واليسار على اساس يحرك الهواء حسب رغبة المستخدم من خلال الريموت كنترول. وفي عندي ايضا موتور ثاني بيحرك هذه الزعانف باتجاه الاعلى وباتجاه الاسفل. طبعا يتم تثبيت هذا التري او هذا المجرى اللي بيكون موجود معنا هون اسفل المروحه واسفل الكويل، ومن بعدها يتم طبعا تثبيت هذا الكفر على اساس نكون طبعا وصلنا الى الشكل النهائي للوحده الداخليه. هاي المكونات الاساسيه للوحده الداخليه بالنسبه لمكيف السبلت يونت، عباره عن هذا الكفر او البودي، وبكون في عندي موتور او فان اندور يونت موتور الوحده الداخليه، وايضا بكون في عندي مروحه طوليه تقوم بسحب الهواء ودفعه، وبكون في عندي الكويل اللي هو المبادل الحراري اللي بتمر فيه ماده الفريون على اساس يتم تبادل الحراري ما بين هواء الغرفه وما بين هذه البايبات وهذا الكويل البارد. وطبعا بيكون عندي جزء أساسي راح نشرحه إن شاء الله في المحاضرة القادمة، واللي هو صمام التمدد، واللي بيلعب دور أساسي وهو أهم عنصر في عملية طبعا الاستفادة من الخاصية الهامة بالنسبة لغاز الفريون. راح نتوقف في هذه المحاضرة عند هذه النقطة إن شاء الله، ونكمل في المحاضرة القادمة. يعطيكم العافية متابعينا الكرام.